سيداتي نساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بغذاء المتقين من الذكر الحكيم الذي ينفع الناس لاستنقاذهم من الضلالة إلى الهدى وإرشادهم إلى الحق. وبفضل أهل الذكر من العلماء يزداد المسلم فضلا وشرفا، وممن اختصهم الله بفضله من هؤلاء العلماء. يتجدد لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. المخاصمة. الله له عظمة كبيرة أوي، بدليل أنك أنت لما تسأله من اللي خلقك يقولوا الله. ما هي صلة الرحم؟ صلة الرحم. ولئن سألتهم من يقولون خلق السماء والأرض لا يقولون الله، من أنزل من السماء ماء الله. وبعدين حين يتكلم واحد منكم بشيء أو يتوسط بشيء يقول لك إيه، أنا سألتك بالله إنك تعمل الشيء الفلاني فيتساءلون به، يبقى دليل على أنه هو حاجة كبيرة ومؤمنين به من بقايا إبراهيم، من بقايا دين إبراهيم. طيب على والأرحام زي ما بتقول حياة أبوك تعمل الشيء الفلاني، حياة جدك تعمل الشيء الفلاني، حياة مش عارف. يتساءلون به يعني بتجيب حاجة تسأل اللي أنت عايز تسأله بمن يحبه وبمن يواليه. فكنتم تسألون بالله، بالله يا شيخ تعمل لي كذا، بالله مش عارف، وبعدين بأبيك اعمل لي كذا، بأمك اعمل لي كذا، بأخيك اعمل لي كذا. تساءلون به والأرحام، ويعني وبالأرحام. نعم. الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله قال لا يحل رجل أن يهجر أخاه، بس لأخوته الإيمانية فوق ثلاث. الثلاث أيام دول كافية بإنك أنت تهدأ من شدة الغضب اللي مزعلك منه، إنما تزود عن كده لا. وخيركم هو الذي يبدأه بالسلام، أدي في مطلق أخ. وبعدين الدايرة تضيق شوية، يبقى لمن تعول الدايرة شوية لوالديك، وعلشان بقى تعرف يوم ربنا يخرج مسألة البر بالوالدين بالإيمان بهم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يا أخي أمر بقى كويس. قال لك لا، في أدق من كده كمان، الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يؤمنوا به، ويبغض ويكره من يكفر به. كونه يكفر به أدي واحدة، كونه يحمل غيره على أنه يكفر يبقى فيه حاجتين اثنين، يبقى الأول ضل في نفسه وكفر، والثاني أضل غيره، ما اكتفاش بأنه هو ضلال يضل غيره. فبيقول إيه، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وكذا 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 وكذا، قال وإن جاهداك، شوف جاهدك يعني تعب وقع عشان ايه تكفر زيهم على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى مع المشرك الضال. ومش مشرك وضل بس، وعايز يوديني انا يبقى مشرك وضل، يبقى مضل يضل في نفسه ومضل لايه، ومع ذلك وصل ايه وصاحبهما في الدنيا معروفا. وبعدين جه في المعنى العام بقى الوالدين، ليه؟ قال لك الوالدين دول، لأن دول ربنا عاملهم وسيلة للإيمان به، فمش مش عايز يضعف الوسيلة للإيمان به. ليه؟ قال لك لأن الوالدين سبب وجوده، لما اجتمعوا مع بعضهم متجوزين جابوه، يبقى هم سبب، فاحترم سبب وجودك ولا لازم تعامله بالمعروف. ليه؟ علشان توصل من دي إلى أن الوجود له أهم. شوف الوجود اللي أوجد الكل مين بقى؟ يبقى ربنا. فإذا كان الله قد وصاني بوالدي لأنهما سبب وجودي المباشر، فيخليني يبقى عندي رياضة أن إيه؟ أن أؤمن وأن أحب سبب الوجود الأعلى اللي أوجد أبويا وأوجد إيه؟ وأوجد أمي. في الساحة الثانية قال إيه؟ أوعى تعامل واحد بالإساءة، أحسن إلى من أساء إليه. حتى لا أساء، أساء إليه وقال لك آه. ليه؟ قال لك لأنك أنت أحسنت إلى من أساء إليك شذبت غضبه، أنت عملت فيه، هو عمل فيك كده وأساءك وأنت جايب له إحسان، تقوم دي أنت قلمت أظافر غضبه،
وحطمت انياب افتراءه عليك يوم يمكن يخجل. ما خجلش يبقى ربنا اللي خلقكم وامر بيه ده هيقول لك تعالى في حضني بقى. زي ما تدخل تلاقي ولد من اولادك ضرب الولد الثاني، قلبك وعطفك يبقى مع مين؟ مع المضروب ام مع الضارب؟ مع المضروب. مع المضروب، وتطبطب عليه وتشوف هو عايز ايه، لدرجه ان الضارب يغير من اخوه اللي انضرب لانه قد عطف ابوه. يقوم يجي يمكن لاخوه يقول لك ما تضربنا انت رخر شويه كده عشان ابونا يعطف علينا ولا بتاع. هو ربنا يقول احسن انا. ولذلك احنا قلنا لكم من لو علم الظالم ما اعده الله للمظلوم لضن عليه بالظلم، ما يظلموش. الحسن البصري بيقولوا له كيف نحسن إليه؟ ده ضد طبع الانسان. سيء الي واحسن اليه. قال لك الا تحسن الى من جعل الله في جانبك؟ هو لما اساء خلى ربنا في جنبك، يبقى ما تحسنش للي خلى ربنا ايه في جنبك؟ قال له لا واحسن. اللي بلغوا انه فلانا اغتاب وكان جاي له هديه طبق رطب كده في اوائل الرطب، فقال للخادم احمله الى فلان وقل له ان سيدي يقول لك بلغني انك اهديت الي حسناتك بالامس. ما اغتابه وهي بلا شك اعظم من هديتي تلك. ولذلك ربنا يعمل مراحل عشان يستل ضغن من الاخ على اخيه. يقول والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ معناه حبسه، زي ما تكظم القربه كده لو عملتها كده تنفجر. طب الكاظمين الغيظ، الغيظ موجود لكنك انت ما عملتش عمليه نزوعيه، سكت. والعافين عن الناس، يعني يطلع الغيظ من قلبه. ومش بس كده، وتحسنوا اليه الى من اساء اليه. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف كلها. ولذلك يقول ان ذلك ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. لكن ايه ثانيه ان ذلك ايه؟ من عزم الامور. قال لك دي المصيبه اللي ماليش فيها غريب، يعني مرضت ليا غريب حد؟ ما فيش. انما انضربت يبقى ليا غريب. لما انضرب وليا غريب يبقى قدامي كده وبدي انتقم منه. انما لما امرض من غريب حاز على العالمين. فيعوزها ان ذلك من يا واصبر على ما اصاب لقمان، واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. انما ولمن صبر وغفر بقى لاخوه ان ذلك لمن عزم الامور، بياكده. نعم. العمره في شهر رمضان. لماذا يكثر الناس من اداء العمره في شهر رمضان بالذات؟ لانه يريد ان يجمع على نفسه صفائين. لان العاده انك لما بتروح بيت الله، ان كنت حتى بتعصى ربنا في معيد ما بتعصاش هنا. يعني تخزى تعصاه، يبقى نفسك على طول. ولذلك اتحدى واحد رايح حج ويفتكر اهله ولا ماله ولا بلده ولا واو انسجم كده. يوم لما يتبع بقى صفاء الزمان مع صفاء المكان، يبقى في صفائين اثنين يحتوي الايه؟ يحتوي الانسان، صفاء الزمان في رمضان وصفاء المكان في الكعبه. نسال الله ان نلتقي دائما على خير وبركه، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.